أحيت وزارة الثقافة اللبنانية ليلة المتاحف، حيث فتح نحو 13 متحفاً في مناطق لبنانية عدة مجاناً أمام اللبنانيين وغير اللبنانيين، وأتيحت الفرصة لهم ليتجولوا ويتأملوا فيما بقي من حضارات مرت على أسلافهم وحملت لغتها إلى الحاضر. وقد تأمنت النقليات من مجموعة من المناطق على جميع المتاحف بشكل مجاني. وأبرز المتاحف التي فتحت أبوابها: متحف الوطني، متحف سرثق في الأشرفية، متحف ميم الجامعة اليسوعية، متحف الجامعة الأمريكية، فيلا عودة الأشرفية، متحف ما قبل التاريخ الجامعة اليسوعية، متحف العمولات في مصرف لبنان، متحف الصابون صيدا، متحف قصر دباني شارع المطران في صيدا، متحف كيليكيا أونتلياس، متحف أرام بزكيان جبيل، متحف التراث والتقاليد الشعبية جامعة البلامنت في الكورة، ومتحف الفن الحديث والمعاصر جبيل.